دكتور نادر سعد، تفضل السؤال لك. بونسوار كيفن. اليوم بما انه قاعد انا حد هيفا، بدي استغل هالظرف لحتى اسالك هالسؤال. النجمة الجماهيرية هيفا وهبي هي من اجمل جميلات العالم، ومؤخرا ما في شك، ومؤخرا صنفت بين اجمل 10 نساء بالعالم. هي رمز للجميل الشرقي وبالأخص للجميل اللبناني يلي منشوف حالنا فيه بكل العالم. اليوم نحن بحفل جميل بامتياز، بدي منك بدقيقة وحدة تتطلع بهيفا وتقنعها انك بتستحق لقب مستر لبنان 2016. مساء الخير مجددا. أول شيء بدي أوجه للنجمة الكبيرة هيفا وهبي هالكلمة وإلها. أنت بحياتك واجهت كتير انتقادات، وبكتير محلات يمكن اتحربتي لقدرتي وصلتي للعالمية. ومن هون أنا بقلك شاب لبناني، كتير محلات بسمع كلمة إنه ملك جمال لبنان هيدي مش إلك، لأنه مع الأسف بعد النظرة لهيدا اللقب نظرة إنه أكتر ميلة للأنوثة. بعدنا بنعتمد إنه المجتمع الشرقي ما فيه جمال للرجل. فمن هون أنا بدي أقلك رح ضل ماشي على خطاكي وضل سابر لحتى أكسر هيدي المعادلة وفرجي إنه الجمال هو من الداخل قبل الخارج، ومن طلب العلا سهر الليالي. شكرا. شكرا لك دكتور نادر صعب، حطيته بموقف صعب بس طلع قدها. يعني عن جد الجواب كتير حلو، وهيفا فعلا اللي مشي على خطاها وصل للنجاح، وان شاء الله يا رب تكون من بين الفايزين. ثانك يو.